التسريبات تضرب ترامب قبيل ساعات من الانتخابات في ولاية جورجيا على مقعدين حاسمين هيحددوا تماما المقعدين اللي في جورجيا دي من سيسيطر على مجلس الشيوخ في انتخابات على مقعدين في ولاية جورجيا. أذكر حضراتكم باللي قلناه، الجمهوريين محتاجين حسم مقعد منهم بس، في حين الديمقراطيين محتاجين المقعدين عشان يسيطروا لأول مرة على الكونجرس بالكامل. يعني الديمقراطيين مسيطرين على مجلس النواب دلوقتي، في انتخابات على مقعدين باقيين في مجلس الشيوخ. إذا الجمهوريين اللي هم ترامب وشلته خدوا مقعد واحد يسيطروا على الشيوخ ويبقى في توازن، يبقى الديمقراطيين معاهم الرئاسة ومعاهم النواب بس الشيوخ ما لهمش الأغلبية فيه. الديمقراطيين عشان يبقى ليهم الأغلبية في الشيوخ محتاجين المقعدين الاثنين، الجمهوريين يكفيهم مقعد واحد. لو الديمقراطيين خدوا المقعدين لأول مرة مشهد استثنائي هيخلي، بقول لك، الأربع سنين بتوع بايدن زي السكينة في المهلبية مش في الحلاوة. يعني بص حضرتك كده يعمل اللي هو عايزه، لأن الأول مرة الديمقراطيين هيسيطروا على الكونجرس بالكامل، مجلس شيوخ ومجلس النواب اللي ليهم الأغلبية فيه. قوم يحصل التسريب بيضرب ترامب في مقتل ويفضح ضغوطه على حكام ولاية جورجيا الجمهوريين لتزوير الانتخابات. طبعا التحليلات كلها شغالة دلوقتي قد ايه مدى هذا التأثير على الجمهوريين اللي هيخش الانتخابات خلال ساعات. عرضنا بالأمس الجزء الأول من التسريبات اللي كان بيقول له للأسف حضرتك حساباتك خاطئة مع حاكم جورجيا، حساباتك خاطئة سيادة الرئيس. قال له طب بص أنا مش هطول عليك ولا هتعبك، أنا عايز 11780 صوت. نشوف الجزء الثاني من التسريب الفاضح الفاضح واللي قالب الدنيا مش بس في أمريكا. Mr. President, everybody is on the line, and just so this is Mark Meadows, the chief of staff. Just so we all are aware, on the line is Secretary of State and two other individuals, Jordan and Mr. Germany. Okay, thank you very much. Hello, Brett and Ryan and everybody. We appreciate the time and the call. So we've spent a lot of time on this, and if we could just go over some of the numbers, I think it's pretty clear that we won. We won very substantially, Georgia. You even see it by rally size, frankly. We'd be getting 25,000-30,000 people a rally, and the competition would get less than 100 people, and it never made sense. ترامب، احنا فوزنا، بيضغط لتزوير فارق الأصوات. طبعا شفت انت في التسريب الأول قال له حضرتك الخطط دي الكلام ده مش صحيح، مش كأنك باني كل خطتك على حسابات خاطئة. في كلام يا جماعة انه هذا التسريب مين اللي سرب؟ كل اللي بيتكلموا جمهوريين. يعني ايه؟ المفروض ان كل من يتحدث على هذه المحادثة الجماعية، انت شايف الحاكم بيقول له انضم لينا مين ومين 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 ومين، كلهم جمهوريين بيشوفوا حل للكارثة. فمين اللي سرب؟ ففي بعض التحليلات في امريكا بتتحدث على ان التسريب جاء من حد جمهوري قرر القفز من المركب الذي طبقا او تبعا لحساباته ارتقاها غارقة. طيب ترامب قال ايه لحكام ولاية جورجيا؟ But we have a number of things. We have at least two or three, anywhere from 250 to 300,000 ballots were dropped mysteriously into the rolls. Much of that had to do with Fulton County, which hasn't been checked. We think that if you check the signatures, a real check of the signatures going back in Fulton County, you'll find at least a couple of 100,000 of forged signatures of people with who have been forged. And we are quite sure that's going to happen. Another tremendous number. We're going to have an accurate number over the next 2 days with certified accountants, but an accurate number will be given, but it's in the 50s of thousands, and that's people that went to vote and they were told they can't vote because they've already been voted for, and it's a very sad thing. They walked out
complaining, but the number is large. We'll have it for you, but it's much more than the number of 11,779. That's the current margin is only 11,779. Brad, I think you agree with that, right? That's something I think everyone, at least that's a number that everyone agrees on. But that's the difference in the votes. But we've had hundreds of thousands of ballots that we're able to actually, we'll get you a pretty accurate number. You don't need much of a number because the number that, in theory, I lost by the margin would be 11,779. هموت على الرقم ده 11,779. عشان كده قال له اديني 11,780 صوت بس. هو بيعمل ايه؟ بيحكي تقرير طبعا مضروب كله خزعبلي عن الانتخابات، بيقول لهم بصوا ده حصل كذا وحصل تزوير في كذا وبتاع كذا في سبيل الضغط عليهم. فللمرة التانية المرة دي بقى سكرتير ولاية جورجيا قال له كل البيانات اللي عندكم سيادة الرئيس خاطئة. مش بيقول له كده عشان هو عايز يضرب السفينة الجمهورية سفينة الجمهوريين، لا هو بيقول له كده عشان الأرقام بتؤكد إن بايدن فاز. Listen to what the president has just said. President Trump, we've had several lawsuits and we've had to respond in court to the lawsuits and the contentions. We don't agree that you have won. I didn't agree about the 200,000 number that you'd mentioned. Primarily what you've talked about here focused in on primarily, I believe, is the absentee ballot process. I don't believe that you're really questioning the Dominion machines, because we did a hand retally, a 100% retally of all the ballots, and compared that to what the machine said, and it came up with virtually the same result. Then we did the recount, and we got virtually the same result. So I guess we could probably take that off the table. I don't think there's an issue about that. I think what you're... Well, Brad, not that there's not an issue, but because we have a big issue with Dominion and other states, and perhaps in yours, but we haven't felt we needed to go there. Well, Mr. President, the challenge that you have is the data you have is wrong. اللي هو قال له حضرتك بتشكك في ايه؟ انت بتتكلم على آلات العد؟ آلات العد دي انت بتشكك فيها؟ احنا قعدنا الفرز بصورة يدوية ورجعنا وقارنا الأرقام اللي صدرت من الفرز اليدوي، الأرقام اللي صدرت من الماشينز دي، المكن بتاع العد، والارقام كانت متطابقه. المشكله يا سياده الرئيس ان البيانات اللي عندك خاطئه. قال له لازم ننحي هذه المناقشه او تلك الفكره من على طاوله اللي احنا بنتكلم عليها دي، ملهاش. ترامب هدد سكرتير الولايه. كيف كان التهديد؟ اسمع. You should want to have an accurate election. And you're a Republican. We believe that we do have an accurate election. No, I know you don't. No, you don't. You don't have. Not even close. You're off by hundreds of thousands of votes, and which is totally illegal. It's more illegal for you than it is for them, because you know what they did, and you're not reporting it. That's a criminal offense, and you know you can't let that happen. That's a big risk to you and to Ryan, your lawyer. That's a big risk. But they are shredding ballots, in my opinion, based on what I've heard, and they are removing machinery, and they're moving it as fast as they can, both of which are criminal fines, and you can't let it happen, and you are letting it happen. You know, I mean, I'm notifying you that you're letting it happen. تهديد لا يقبل الشك. مش مرة ولا مرتين، ثلاث مرات على الأقل. انت عارف ان اللي بيحصل غلط؟ انت عارف ان في تزوير؟ هذا الخطأ وتلك الجريمة بتقع على عاتقك بشكل كبير، لأنك عارف ده، وهو بيأكد له إن ده ما حصلش. بتقع على عاتقك وعلى عاتق المحامي بتاعك اللي هتدفعه تمنها. اللي بيحصل ده جريمة وهيكون تمنها غالي جدا. تهديد بما لا يقبل أدنى شك. ترامب كان مصر على أن يتم تغيير النتائج، بل تزوير النتائج. كان عنده إصرار بشكل رهيب. وحكام جورجيا، الحاكم والسكرتير والمسؤول، كلهم عاملين الاجتماع زي ما حضراتكم سمعتوا في اول التسريب، في حاله ذهول، وهم بياكدوا لترامب ان احنا مش في ايدينا نعمل حاجه لان الارقام
يدويا والكترونيا تاكدنا بكل السبل تؤكد فوز بايدن. So look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have, because we won the state, and flipping the state is a great testament to our country, because, you know, and there's just it's a testament that they can admit to a mistake or whatever you want to call it. If it was a mistake, I don't know. A lot of people think it wasn't a mistake. It was much more criminal than that. But it's a big problem in Georgia, and it's not a problem that's going away. I mean, you know, it's not a problem that's going away. التهديد مرة دي مش مشكلة مش هتمشي. هذا التسريب يهدد بقوة بمحاكمة لترامب. هذا تسريب خطير جدا. لكن تذكر حضرتك انه قلنا لك ان ترامب شوف ترامب ما بيستقبلش الناس بتتكلم وتحكي له اللي هي مصيبتهم برضه. وانا بقول لك هي المصيبة بتنعكس في انتخابات اخطر مقعدين في مجلس الشيوخ. المقعدين اللي هيحصل عندهم انتخابات في جورجيا دي في الشيوخ خلال الساعات المقبله هيكون ليهم تاثير كبير جدا يا جماعه بدون اي مبالغه على طريقه حكم امريكا الاربع سنين الجايين. لالا سيطره كامله للديمقراطيين على الرئاسه والنواب ده حصل. فالديمقراطيين لو كسبوا الكرسيين يسيطروا على الشيوخ يبقى مفيش حاجه تقف قصادهم. يعني قرار مثلا قرار ان الناس تنام الساعه 7 بالليل مثلا يعني طبعا بقول لك مثلا مين اللي هيقف قدام القرار؟ بايدن نام صحي فكر في هذا الحكايه. عنده اغلبيه في النواب، عنده اغلبيه في الشيوخ، وهو الرئيس. خلصت. عشان كده هذا التسريب تاثيراته خطيره جدا على تصويت اللي هيبدا خلال سويعات وعلى مستقبل او طريقه الحكم والعوائق اللي ممكن توضع قدام بايدن في الاربع سنين المقبله. لكن ترامب كان وما زال مستعد يحرق كل حاجه ليبقى في السلطه. ترامب بيراهن في الساعات القادمه على المظاهرات اللي دعا ليها بصوره واضحه يوم 6 يناير. بيراهن انه يحصل اي خناقه ليبقى في الحكم. كان في حد بيستشهد النهارده مشهد عجبني جدا على ايفانكا. قال لك ايفانكا دايره بتتصور في البيت الابيض في كل زاويه فيه. يعني ايه؟ جايبه اتنين مصورين بتلف بتتصور في كل زوايا البيت الابيض لانها عارفه انه الطبيعي انها سايبه البيت الابيض ولن تعود. فكان كاتب اعذروني والله مش فاكر مين، كاتب بيقول لك يبدو ان الجميع حوالين الرئيس يدرك ما هو يتوجب فعله خلال الساعات المقبله الا ترامب. ترامب مستعد يحرق كل المراكب لكي يبقى، تأكيدا لكلام ابنة شقيقه اللي قالته من أول لحظة إن ترامب مستعد لإحراق الجميع، مستعد لإحراق أمريكا نفسها ليبقى في السلطة. Can continue to do a lot of damage even though when and if Vice President Biden becomes President-elect Biden, he still has the power of the presidency for the next 76 days and we need to be prepared for anything that he might have in mind, because one thing that's really important to remember about Donald, if he thinks he's going down, he's going to try to take the rest of us down with him. هل اتكلم من 70 يوم تقريبا 65 يوم. ترامب طبعا بعد ما حصل التسريب حاول يبرر فكتب تلك التغريدة. تحدثت مع سكرتير ولاية جورجيا براد رافينس برجر أمس عن مقاطعة فولتون وتزوير الناخبين في جورجيا، لم يكن راغبا أو كان غير قادر على الإجابة على أسئلة مهمة مثل عملية تزوير الاقتراع تحت الطاولة وتدمير بطاقات الاقتراع والناخبين من خارج الولاية والناخبين المتوفين وغير ذلك، ليس لديه أدنى فكرة. ترامب طبعا زي ما بقول لك بيعصف بأي حد ويقول لك كلمت معاه فما عندوش ردود على الحاجات دي. سكرتير ولاية جورجيا براد رافينس رد على كلام ترامب وقال ان ده ليس بصحيح. بكل احترام سيادة الرئيس ترامب، ما تقوله غير صحيح، الحقيقة ستظهر. ده كان
دي المحاولة الوحيدة لترامب أنه يتحدث بعد التسريبات وكانت ملفوفة. إلى الآن لم يعلق ترامب على التسريبات بصورة مباشرة. حب يرمي كلام على السكرتير، رد عليه وقال له بكل احترام اللي انت بتقوله ده كله خاطئ والحقيقة ستظهر قريبا. رئيس فرع الحزب الجمهوري بجورجيا أكد أن ترامب رفع دعوة قضائية ضد تلك التسريبات. ترامب ما كتبش حاجة، ده يعني ايه زي ما تقول مندوب الجمهوريين في جورجيا. قام الرئيس ترامب برفع دعوتين قضائيتين، واحدة اتحادية واخرى محلية، ضد سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرجر بسبب الاتصال الهاتفي الذي سجله رافنسبرجر سرا ونشره. اذا ترامب وضع الاتهام في رقبة سكرتير الحزب، لان بقول لك التحليلات بتدور في امريكا انه لازم يكون حد جمهوري هو اللي صار. ترامب بيشك في سكرتير الحزب براند ان هو اللي سرب هذه الحكايه. القانون في ولايه جورجيا بيسمح للنشر بدون استئذان، دي نقطه مهمه جدا. القانون في جورجيا بيسمح بنشر ويطبق في كل من ولايه جورجيا وواشنطن العاصمه، قانون موافقه من طرف واحد. يعني ايه؟ ان اي شخص طرف في محادثه هاتفيه لا يحتاج الى موافقه من المشارك الاخر لتسجيلها. ده قانون خطير جدا، واعتقد انه يعني قانون مش منتشر، هذا البند مش منتشر يعني في حتت كتيره جدا في العالم، انك تسجل المكالمه المفروض بتبقى بموافقه الطرفين، لما تسجلها بدون موافقه الطرف الاخر دي بتشكل جريمه او انتهاك او ايا كان الاسم اللي بيتم وضع تلك الفعله تحته. ومع ذلك ادعى شيفر ان التسجيل الصوتي الذي نشرته واشنطن بوست حذف منه الشرط القائل بأن جميع المناقشات كانت لغرض تسوية التقاضي وكانت سرية بموجب القانون الفيدرالي وقانون الولاية. واشنطن بوست قالت أن دول ترامب طلب من براد رافنسبرجر في مكالمة هاتفية إيجاد نحو 12,000 صوت لقرب فارق الأصوات. وأقر ترامب في تغريدة لي بحقيقة إجراء مكالمة مع رافنسبرجر، مشيرة ان الاخير كان غير راغب او غير قادر على الاجابة على اسئلته عن مظاهر الاحتيال في الانتخابات، واللي حقيقة التسريب اثبت ان الرجل رد قال له بمنتهى الامانة مشكلة ان حضرتك بتقوله ده مبني على كلام خاطئ ويجب انه ما نناقش فيه لانه الحقيقة عكس ده تماما. كاميلا هاريس نائبة الرئيس الامريكي الجديد المنتخب هجمت ترامب بعد تسريباته الاخيرة. President of the United States, the current President of the United States, called the Senate race in Georgia, this Senate race in Georgia, illegitimate, he called it illegal and invalid. Illegal and invalid, suggesting that the people of Georgia are trying to commit a crime. And then let's just fast forward to most recent history, which is yesterday. Have y'all heard about that recorded conversation? Well, it was, yes, certainly the voice of desperation. Most certainly that. And it was a bald-faced, bold abuse of power by the President of the United States. لو شفتوا الفقرة الترفيهية بتاعت امبارح، تأثير بشكل وقح على نتيجة الانتخابات من ترامب.